السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الأعزاء. اليوم إن شاء الله سنبدأ في Lecture 14، المحاضرة 14 من كتاب Up and Away Level 4، المستوى الرابع، Page 29. درس اليوم إن شاء الله Past Tense، الماضي البسيط. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن استخدام الماضي البسيط مع الروابط After و When و Before والأفعال الغير منتظمة، واليوم إن شاء الله سنقوم باستكمال الماضي البسيط والحديث عن الأفعال المنتظمة. New words، كلمات جديدة. Verb clean بمعنى ينظف، الماضي cleaned نظفة. Cook بمعنى يطبخ، الماضي cooked طبخة. Play يلعب، played لعب. Study يدرس، studied درس. Talk يتحدث، talked تحدث. Wash يغسل، washed غسل في الماضي. Watch يشاهد، watch شاهد. Work يعمل، worked عمل. نلاحظ أن جميع هذه الأفعال أضيف لها ed للحصول على الفعل في زمن الماضي، وتسمى أفعال منتظمة، أي تنتهي بd أو ed أو ied. أمثلة موضحة بالصور. Number one، Jimmy played tennis with Kenny yesterday. Jimmy لعب تنس مع كيني بالأمس. Yesterday أمس زمن ماضي بسيط. Verb play يلعب أضيف له ed وأصبح played لعب، لأن الحديث في زمن الماضي. Number two، Mr. Lee worked until 7 last night. سيد لي عمل حتى السابعة الليلة الماضية. كلمة last ماضي وverb work يعمل أضيف له ed وأصبح عمل في الماضي، لأن الحديث في زمن الماضي. Number three، May cleaned her room. May نظفت غرفتها. Cleaned نظفة. Clean ينظف أضيف له ed أصبحت نظفة، الحديث في زمن الماضي البسيط. Number 4، Sunny and May washed the car. Sunny و May غسلوا السيارة. Verb wash يغسل أضيف له ed وأصبح غسل washed. Number 5، Grandma Lee cooked a delicious dinner last Sunday. الجدة لي طبخت عشاء لذيذ الأحد الماضي. كلمة last في الماضي وverb cook يطبخ أضيف له ed وأصبح cooked طبخة، لأن الحديث في زمن الماضي. Number 6، May talked with Kerry on the phone last night. May تحدثت مع كيري في الهاتف الليلة الماضية. verb talked تحدث. talk يتحدث أضيف له ed وأصبح talked تحدث، لأن الحديث في زمن الماضي. Number 7، Everyone watched the movie on TV. الجميع شاهد الفيلم في التلفزيون. verb watched شاهد. watch يشاهد أصبح watched شاهد، لأن الحديث في زمن الماضي البسيط. Number 8، Jimmy studied for the math test. جيمي درس من أجل أو لاختبار الرياضيات. verb study يدرس أضيف له ied، حذفت الواي وقلبت إلى i وأضفنا ed بمعنى درس، لأن الحديث في زمن الماضي البسيط. جميع هذه الأفعال هي أفعال منتظمة. ننتقل إلى بيت 30، Past tense. Sunny's birthday party، حفلة عيد ميلاد Sunny. هنقرأ تكست نص في زمن الماضي. Sunny enjoyed his birthday party yesterday. Everyone danced and played party games. Sunny liked his banana cake. Mrs. Lee carried Sunny's presents to him. When he opened them, everyone clapped and smiled. Sunny loved his presents. نلاحظ أن هذه الأفعال في شكل الماضي البسيط، لأنه يتحدث عن شيء في الماضي. أول verb عندي enjoy يتحدث، أصبح enjoyed enjoy بمعنى يستمتع، أصبح enjoyed استمتع أضيف له ed. verb dance بمعنى يرقص، أصبح danced بمعنى رقص أضيف له ed. play يلعب أصبحت played لعب أضيف له ed. verb like بمعنى يحب أصبح liked أحب أضيف له ed. verb carry يحمل. verb ينتهي بواي، حذفت الواي وقلبت إلى i وأضفنا ed بمعنى حمل. verb open بمعنى يفتح، opened فتح أضيف له ed. clap بمعنى يصفق، أصبحت clapped بمعنى صفق أضيف له ed وضعفنا الp. smile بمعنى يبتسم، أصبح smiled ابتسم أضيف له ed. verb love بمعنى يحب، أصبح loved أحب أضيف له d. جميع هذه الأفعال هي أفعال منتظمة. النص يقول Sunny استمتع حفلة عيد ميلاده بالأمس. الجميع رقص ولعب ألعاب الحفلة. Sunny أحب تورتة الموز. Mrs. Lee حملت
هدايا صني إليه. When he opened عندما فتحهم, everyone الجميع صفق وابتسم. صني أحب his presents هدايا. New words كلمات جديدة. Verb carry يحمل أصبح carried حمل. حسبت الواي وقلبت إلى IED. Verb clap بمعنى يصفق أصبح clapped صفق. Dance بمعنى يرقص أصبح danced بمعنى رقص. Enjoy استمتع enjoyed استمتع في الماضي. Like يحب liked أحب في الماضي. Love يحب loved أحب في الماضي. Open يفتح opened فتح في الماضي. Smile يبتسم smiled في الماضي. انتهت محاضرة اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.